يعني صدق المثل اللي بيقول ما حق ظهرك مثل ظفرك. ده اللي بيحصل في الدوري المصري. الدوري بيوصل للمراحل الصعبة والأيام الصعبة والظروف الصعبة. الدوري قرب يفنش. الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك أصبح 10 نقاط فقط لغير. والنادي الأهلي بيفوز على فريق المقصة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الناس بتجيب جوان في نفسها قدام الأهلي. الناس مش عارفة تتعامل مع النادي الأهلي. الناس ركبها بتخبط قدام النادي الأهلي. الناس بتترعب وهي واقفة قدام النادي الأهلي. يعني تحس النادي الأهلي يعني نازل معاه فرمانشات، معاه سيوف، معاه أسلحة، معاه ذخيرة. مش عارف يا جماعة الناس الفرق ليه بتترعب من اللعب قدام النادي الأهلي. أنا والله لو مدرب أقسم بالله ألعب أحسن من الفرقة دي. يعني أنا مدرب هخلي لعيبتي تلعب أحسن. الناس بتتخض من اسم النادي الأهلي. بس عايز أقول لكم أنا طبعا نادي كبير وليه اسم وليه كل حاجة، ولكن مش منافس الدوري ديت إن أنت تنزل ركبك بتخبط. وده تأكيد لحاجة واحدة بس. إيه الحاجة؟ إن الفريق الوحيد اللي بيعرف يتعامل مع النادي الأهلي هو نادي الزمالك. إن الفريق الوحيد اللي بيقف ند لند هو نادي الزمالك. الباقي كله شفاف. لما نادي الزمالك بيقع او يحصل له اي دروب ما تلاقيش الفرق الباقيه، وتلاقي كله يا عيني ركبه بتخبط، وكله مرعوب من النادي الاهلي. اللعيبه بتجيب جوان في نفسها، اللعيبه تنزل مرعوبه، بينزلوا خسرانين من قبل ما يلعبوا. انا نفسي اشوف فرقه عندها حماس تثبت وجودها قدام النادي الاهلي. بتترعبوا ليه؟ النهارده يا جماعه الدوري بيخلص بالماتش اللي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الماتش يعني طبعا الاهلي والزمالك التقوا مع بعض ماتشين في الدوري، تعادل في ماتش وهزيمه للزمالك في ماتش بلقاء كان موفق جدا النادي الاهلي فيه. الزمالك ما كانش يستحق الخساره، بس ما علينا. فالنقاط الفرق ديت هي اللي هتخلي الاهلي ياخد الدوري. يعني لو خد الدوري هياخده بسبب النقاط اللي بينه وبين النادي الزمالك، النقاط اللي راحت، النقاط اللي احنا ظلمنا فيها. ولكن كل الفرق ضيوف، كل الفرق اللي بتلعب الاهلي ضيوف، محدش عارف ياخد نقطه من النادي الاهلي في عدم وجود الزمالك. النهارده المقصه بتنادي على الاهلي وبتقول له هات 4 وهات 5 وكل الفرق. يعني بدانا بنتكلم على سموحه اللي كسب الاهلي حتى الدور الاولاني بيخسر 4 كده بسم الله الرحمن الرحيم 4 على طول بيلعب الاهلي قام واكل 4. بنتكلم بعد كده على المقاولين وقلنا عماد النحاس بيصارع الهبوط خسر بال2، خسر 2 وسكت وعادي والدنيا جميله. اتكلمنا على المقصه متعادل الشوط الاولاني 1-1 وهو اللي متقدم على النادي الاهلي يخسر بعد كده كده على الله كده 3-1 ولعبة جوه الجوان في نفسها وحاجات غريبه. ويا جماعه والله العظيم مش هجوم على النادي الاهلي ولا تقليل منه، انا نفسي اشوف استمتاع ان مثلا مش الاهلي والزمالك اللي يفضلوا سرحين في ملكوت الله، والزمالك لو وقع ما لاقيش فرقه تجيب له بونت. يعني احنا لازم بدراعنا، احنا لازم بدراعنا. ناس بتقول لي الاهلي جاب الرابع، ناس بتقول الاهلي جاب الرابع. يعني انا نفسي اقسم بالله الزمن يرجع ونقابل الاهلي ماتش. يعني واضح كده ان ما حدش هيجيب لنا نقاط من النادي الاهلي غير الزمالك برضو. يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني مش معقوله يا جماعه كل الفرق ضيوف شرف، الدوري كله ضيوف شرف، الناس كلها ما عندهاش طموحات، الفرق كلها ما عندهاش طموحات خالص، ما فيش طموحات. 4 كله عمال يقول لي خلاص بقى 4، مبروك 4. المقصه جاب الجون وبعد كده دخل فيها 4 جوان. يعني الاهلي لو بيلعب نفسه مش هيعمل كده. لا واللي يجنك والله العظيم الواحد اقسم بالله زعلان من شكل المنافسه اللي عندنا. اللي يجنك ان المقص هو اللي تقدم بجون وبعدها على طول بدقيقتين الاهلي قال له انت بتجيب جون ليه؟ قام اتعادله. اقسم بالله الواحد تعب وزعل وزهق. منافسه ايه اللي احنا عاملين يا جماعه؟ الفرق دي ايه دي؟ طب اروح انا مرن؟ طيب ادوني فرقه لاعب الاهلي، اقسم بالله انا موافق، ادوني فرقه لاعب الاهلي. يعني انا ممكن احط تكتيك لاي مدرب يعرف يتعامل مع النادي الاهلي. يا جماعه اكتر حاجه صعبه على اي فرقه ان هي اللي يكون مطلوب منها المكسب. الاهلي بيبقى نازل هو اللي مطلوب يكسب. انتوا مش عارفين تتعاملوا مع الاهلي ليه يا جماعه؟ لو انتوا معاكم 11 لاعب منهم الحارس، لو 10 رصتوهم على دايره ال18 وقفلتوا المساحات الاهلي مش هيلاقي خرم ابره يعدي. انتوا بتترعبوا ليه من الاهلي؟ انتوا فرق مش مطلوب منكم المكسب، لو لعبتوا على التعادل هيجيلكم مرتده وتكسبوا.
يا نهار ازرق، اقسم بالله الفرق الكبيره هي اللي بتبقى في معاناه. يعني اديني المقصه لعبد الفقير لله ده يا عم، اعتبره بص انا مش فاهم كوره، اديني المقصه وخلينا لاعب الاهلي. لو مش زهقت الاهلي وعلى الاقل خالص خدت منه نقطه تعادل، انا ما بفهمش كوره اقسم بالله. اخد من الاهلي بونت وانا نايم، نايم على الدكه بره، اخد من الاهلي بونت. ولو انا بقى حظي حلو امي ده عيالي يجي لي مرتد والاهلي يفتح خطوط واجي اقول لهم امرح ياض انت وهو، امرح ياض انت وهو، ده احسن حاجه. ده انا احلم ان الاهلي يفضل يتعادل معايا لحد الدقيقه 85، مش هزعل. في مدربين بيترعبوا ويخافوا لما الاهلي يوصل معاهم للدقيقه حاجه و80 ويقول لك الاهلي البلس 90. ده انا متعتي اقسم بالله، انا لو مدرب اقعد ادعي ربنا واقول يا رب يفضل الماتش تعادل لحد دقيقه 80 او 85. ليه بقى؟ الاهلي هيفتح خطوطه، هيخش عايز يجيب جون. اديني بقى خط الظهر بتاعك يا اهلي، اديني، انا عايز خط الظهر بتاعك. هقول له كلمه سر، اقسم بالله هجرح صنه، هجرح صنه فرس، هخليه يجري ويستغل كل نقطه في دفاعات النادي الاهلي. انتوا معاكم فرقه مطلوب انها تكسب، وده اصعب حاجه في كره القدم ان انت تبقى انت اللي مطلوب تكسب. يعني الاهلي نازل هو اللي مستعجل المكسب، مطلوب منك حاجه يا ابني مساحه الملعب. لو انتوا يعني دارسين حساب، انا ما بتكلمش، عايز ما بهاجمش مدربين، ولكن انا هتجنن، دي مش كوره. مساحه الملعب لو انتوا قستوها وحطيتوا كل لاعب، يا جماعه ده هو الجون بتاعكم، الجون بتاع الفرقه اهو، الجون اهو، حارس واقف فيه قدامه مساحه، حطيت خمس لعيبه، وبعد الخمس لعيبه قمت رصص الخمسه التانيين معاهم الجون، قفلت كل المساحات وقعدت تضيع في شويه وقت. الاهلي اتوتر، فتح مساحاته، نزلت عيال افريقي من عندك من اللي هم ب 100,000 دولار دول، واد جبته من الكونغو ولا من السنغال كده، من شوارع السنغال، عيل فريره، وخليته يلعب نص ملعب، والاهلي قعد يضغطك، وجبت الواد وقلت له امرح ياه، امرح ياه، هيمرح، هيمرح وياكل عيش في ظهر النادي الاهلي، لان الاهلي يبقى هو اللي بيضغط. الاهلي يفتح كل خطوطه ويبتدي يضيق الملعب، ويبتدي بعد كده حتى الديفنس بتاع النادي الاهلي يطلع يهاجم وتاكل عيش. لكن انتوا نازلين مرعوبين وقاعدين، والنبي قال لي ما اجيب جون، والنبي والنبي ما اجيب ايه، انزلوا قسم تاني احسن. ايه يا جدعان، ده هم 11 قدام 11 11 قدام 11، والله هتجيبوا لي سكر وتجيبوا لي ضغط. ادوني فرقه زي المقصه ولا زي اي فرقه اختاروها، ادوني دول المقاولين، هاتوا اي فرقه بتصارع الهبوط وخلونا لاعب الاهلي. على فكره نفس الكلام مع الاهلي على الزمالك، اقدر اعمله في الزمالك، ولكن انا ما اقدرش اعمله في الزمالك لان انا بنتمي، لكن انا بدي مثال يعني. خلينا لاعب الاهلي وانا معايا فرقه صغيره، اقسم بلا زهقه، وخلي الاهلي هو اللي يتحايل عليا يا رب الماتش ده يخلص، يا رب الماتش ده يخلص. هخليه يطلع يسميني مدرب دم تقيل، هو هيكرهوني، بس انا عايز ايه من الماتش؟ عايز نقطه. وبرده كمان مش النقطه بس، ده انا ممكن بقول لك بعد الدقيقه 85 اقوم طالع بالعيل الافريقي اللي جاوب من شوارع افريقيا، الواد اقول له امرح، امرح يا امرح، والله العظيم لو سقطته في قلب دفاع النادي الاهلي وخليت افريقي في نص الملعب كده زي ردة ياخد الكره ويفلق بيها، هياخد انفرادات. لكن لا انتوا عارفين تدافعوا ولا عارفين تهاجموا ولا في فكر، يعني انتوا ايه اسيا سكو وانتوا بتلعبوا النادي الاهلي؟ ما انتوا عارفين ان هو عايز المكسب، عارفين انه عنده عايز المكسب، وعارفين ان محمد شريف فايق اليومين دول. طب ما احنا كلنا عارفين ان محمد شريف فايق، ولكن هو في فرق من فايق ولعيب بقى ما حصلش، ما عندناش لعبه ما حصلتش. اللعيبه عندنا كلها في الدوري شبه بعضها، يعني محمد شريف شبه احمد جعفر، كلها شبه بعضها. انت بس ازاي تتعامل مع اللعيبه دي وازاي تزهقهم؟ ولكن احنا عندنا في سياسه المدربين مش عارفين نتعامل. اه في خطه اسمها خطه رص الطوب، ما ترص طوب، ما ترص طوب يا جدع. انت مش اهم حاجه عندك تاخد الكام بونت وتقلب، تاخد البونت ولو ربنا سهلها معاك تاخد الثلاثه. ده لو قاعد بره هقعد افضل اقضيها نوم والعب ببجي لحد دقيقه ما تيجي 80، ابتدي اركز على الماتش الدنيا رايحه فين، لان انا هرص ال10 قدام الجون. والله اتعامل ان انت عايز ايه من الماتش، وده مش عيب على فكره، مش عيب ان انت تعمل يعني قول اوتو ديفنس كده، كل الفريق بيدافع، مش عيب، دي امكانيات يا جماعه، ده وضع. انا عايز بونت وهاخد البونت من الاهلي، انا عرفت اخد البونت انا كده جامد، انا اهم حاجه عندي اعرف اخد البونت. لكن لا عارفين تدافعوا ولا عارفين تهاجموا وسايبين الدنيا ممشينها قلقاس كده،
اقسم بالله انا قاعد بتفرج على الماتش، طبعا الناس اكيد شايفاني، الواحد في حاله صعبه والواحد قرف وعمال يتنطط ويجي يقول يا جماعه ادوني فرقه بس اتعامل معاها، ادوني فرقه اتعامل معاها. بس لسه عند رايي ومش هتكلم فنيا كتير لان انا زهقت، اقسم بالله لو بتعامل فنيا لا اتعامل احسن من كده شويه، لا اعمل خطه بنت لذينه. بس الواحد يبقى معاه فرقه، فرقه مطلوب منها هي اللي تهاجم، هي اللي بتهاجم، خط ظهرها فاضي، زهقها والعب على المرتده. ده سنه اولى فرقه صغيره، سنه اولى فرقه صغيره، زهق والعب على المرتده. يلا الحمد لله على كل حال. عموما ان شاء الله باذن الله برضو الدوري زملكاوي لحد اخر لحظه، هنفضل نقول الدوري زملكاوي وان شاء الله يبقى زملكاوي، مش طول اكتر من كده عشان الواحد زهق. السلام عليكم.